فعلا. هنا في المباراه النهائيه يا كابتن انا اخشى ما اخشاه فكره بعد الاحداث اللي حصلت دي ان يكون في امور تحكيميه صعبه، لان الحقيقه الدور نصف النهائي احنا النادي الاهلي قال زي كل الانديه احنا بندعم الحكم المصري. تمام. بس في جانب يا كابتن محدش بيتكلم فيه، ان الحكم المصري لا يدعم نفسه. لان لا بس هل في كان في اي اخطاء لاحمد الغندور لصالح النادي الاهلي ما اتحسبتش في الدور نصف لا لا احمد الغندور الحقيقه، لكن على الجانب الاخر اخطاء يعني كارثيه مع ناس، خلينا نتكلم محمد معروف وامين عمر اللي بنسبه كبيره هو حكم بنسبه 100% حكم مباراه النهائي، الاثنين مع الكاف في البرو، يعني اثنين اهم مصنفين مصنفين. نعم. فلما يجي محمد معروف مش قادر ياخد قرار في ركله جزاء واضحه لانه مش قادر يتمركز صح في الملعب وينتظر تقنيه الفيديو بس ترجعه. بتحصل يا اسامه يعني بتحصل. تمام في الدنيا كلها معاك يا كابتن. طب حصل يعني ما طب مش عايزين نكون ظالمين. هروح معاك خلينا نتناقش معاك. خد انت جانب محمد معروف. لا والله انا باخد جانب لا ده يعني خلي بتحصل يعني لسه تمام. شايفه بس في حاجه بقى ما بتحصلش يا كابتن اللي هي ايه؟ انت جيت شفت خلاص اطمنيت ان ركله جزاء مظبوط انت ما طبقتش بقى القانون مظبوط معاك هنا. انا معاك في دي هنا بقى هي دي المشكله الكبرى. طبعا خلاص خلصت موافقك 100%. انا هنا ازاي بالظبط اطلع ازاي بقى انا هنا اقول انا واثق في التحكيم. تعالى للنقطه الثانيه، انا الحكم اللي عندي محمود عاشور، ومعلومه يا كابتن اكيد حضرتك عارفها تم ابلاغ محمود عاشور ان هو حكم تقنيه الفيديو في نهائي السوبر. لا هل ده وانا بكملها لك اهو محمود عاشور وائل فرحان بس ما انت مطلع اثنين حكام فار بالظبط فهم اللي هيديروا يعني. ايوه لانه كابتن واسيست كابتن محمد فاروق عمل تصريحات قال لك انا عندي خمس حكام اختار منهم الحكم فيعني لا. طب هل طبيعي بعد اللي حصل في مباراه الزمالك وبيراميدز ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل في انت شايف انه الهدف مش تسلل؟ لا في حاجه دايما يا كابتن كده بيقول لك ايه؟ بيع لي قرارك انا لا هقول لك تسلل ولا هقول لك جول. ماشي. انا هقول لك انت اساسا اشتغلت صح، وللاسف طلعت تصريحات وكلام كتير من مسؤولين في الاتحاد قال لك اصل تقنيه الامارات غير التقنيه المصريه. انت كده اولا بتشكك في كل القرارات اللي ممكن تتاخد بعد كده في مصر في الحالات المشابهه. انا عاوز وقت اشوف انت خدت القرار ازاي. في الدوريات الاجنبيه يا كابتن بيحصل ايه؟ بتعمل زوم على اللاعب المهاجم وتوريني اخر نقطه في جسم اللاعب يقدر يسجل بها جول المهاجم. انت عايز تسوق القرار طبعا. انا ده مش شوق ما هتسوق بس لا ده انا عايزك تشتغل اصلا. ما هو انت شغلتك حكم فار ايه؟ ايوه ان انت تعمل زوم برضه اسامه او اروح في 58 ثانيه يا كابتن. في 58 ثانيه وماله؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله وماله طالما الكره واضحه بالنسبه لي؟ لا ما لحقتش اعمل زوم. والنهارده خدها كابتن ابراهيم نور الدين. كابتن بيوم ما لحقش يعمل زوم عليه وراح. لا ما انا اقول لك اهو خدها كابتن ابراهيم نور الدين وراح للساده المحللين وشرحها لهم ومع الحكام شرحها لهم فاثبت انها تسلل.